مرة أخرى يفتح ملف تسفير الشباب التونسي إلى بؤر التوتر، أو هكذا درجت تسمية تحول مئات المتطرفين إلى بؤر القتال انطلاقا من تونس. هذه المرة يستدعى زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي صحبة نائبه علي العريض الذي كان وزيرا للداخلية بين عامي 2011 و2013، الفترة التي شهدت ذروة ذهاب ما يقرب من 3000 تونسي للقتال مع التنظيمات الإرهابية. لا خلاف في أن حركة النهضة مسؤولة سياسيا باعتبار أنها كانت الحاكمة إبان هذا الملف الشائك والمعقد. الإشكال الآن، هل يمكن الحديث عن مسؤولية جزائية تنضاف إلى المسؤولية السياسية أم لا؟ مبدئيا كل المؤشرات وكل الدلائل تدل على أن هناك مسؤولية جزائية لحركة النهضة. ويرى مراقبون أن دعوة الغنوش ونائبه للتحقيق لدى الوحدة الوطنية المتخصصة في الإرهاب لها انعكاسات سياسية خطيرة على حركة النهضة، ما يزيد من عزلها في المشهد السياسي التونسي. أعتقد أن فتح ملف الإرهاب والتسفير ستكون له تداعيات كبيرة على المشهد السياسي عامة، وخاصة على الاستحقاق الانتخابي والبرلمانات والانتخابات البرلمانية، باعتبار أن الحركة، حركة النهضة التي لعبت دورا سيئا خلال الحقبة الماضية، ستحرم من تصويت التونسيين الذين حسموا فيها منذ 25 جويلية من السنة الماضية. وليست المرة الأولى التي يستدعى فيها الغنوشي للتحقيق في قضايا تتعلق بالإرهاب، إذ سبق أن استدعي قبل أسابيع لإحدى الجهات القضائية للتحقيق في شبهات غسيل أموال وتمويل الإرهاب في تونس. هذا الملف ليس الأول، وحسب مراقبين لن يكون الأخير، الذي يحرك ضد راشد الغنوشي بخصوص شبهات العلاقة بالإرهاب. ما بقي الآن هو انتظار ما ستؤول إليه التحقيقات والنتائج السياسية التي ستترتب عنها. سيف الدين العامري، سكاي نيوز عربية، تونس.